كثفت الدولة جهودها لنشر منافذ بيع كافة السلع بكميات وفيرة وأسعار مخفضة في متناول المواطن. يأتي ذلك في إطار حزمة للإجراءات اتخذتها الدولة في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على جميع الدول. الاسعار بره مش زي هنا خالص. اللحمه بره عامله 150، جيت هنا الجمعيه لقيتها عامله عرض، هي اللحمه ب 95. الاسعار حلوه وكل حاجه موجوده هنا بالكامل. السكر ب 10.5، الرز ب 9، وده منفذ يعني يعتبر رحمه للناس كلها. في ظل ما يمر به الاقتصاد العالمي من تحديات، وبعد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، اتخذت الدولة المصرية عدة خطوات استباقية لضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. أول مرة أتواجد في منفذ بيع وزارة الزراعة، وبصراحة منتجات جميلة جدا متنوعة قوي، وأسعارها أفضل بكتير بكتير من بره. يعني بصراحة يعني أسعارها لا تقارن بره، سواء الزيت والسمن، وحاجات متوفرة جدا ونظيفة قوي قوي. الموضة طبعا كويس قوي، لأن فعلا مقارنة الأسعار هنا بأسعار بره الكواليتي حلو والأسعار كويسة، أسعار أرخص من بره فعلا. إحنا هنا عند منتجات وزارة الزراعة، وبصراحة الحاجة حلوة جدا وأسعارها جميلة، كل حاجة موجودة ومنتجات رمضان موجودة كلها بأسعار تحفة. ده مبادرة ممتازة جدا وفعلا ليها مفعول قوي. الرئيس مع الشعب، والرئيس قال الحاجة الغالية وخروا عنها ما تشتروهاش. بصراحة بيعملوا حاجات حلوة وأسعارها جميلة جدا، وكل الحاجات موجودة وبأسعار حلوة أحسن من بره الصراحة. كلنا واحد جميله جدا، بحيث ان احنا اول حاجه الرز بره ب 15، هو هنا ب 10، السكر بره ب 15، هو هنا ب 10، فرق كبير لما انا اجيب 2 كيلو سكر او كيلو رز وكيلو سكر اوفر 10 جنيه، انا شاريه الصلصه دي امبارح ب 25، هنا ب 20، 5 جنيه برده، فما يبقى في 5 جنيه في كل منتج دي حاجه كويسه. المبادره بصراحه كل حاجه انا لقيتها بالسعر غير اللي انا شفته خالص، الحاجه كويسه جدا، والسلع يعني السلع كلها في متناول ايد كل الناس وارخص من مكانه الاول. والله المبادره دي زي الفل، وربنا يبارك لكم ويبارك للناس المسؤولين. بصراحه مش رياء، التجار اهو جنب بيتكم بيبيعوا المكرونه، شوف هنا بكام، هم بيبيعوها ب 14 جنيه عندنا هنا. جبت المدام بتاعتي وجبت خدنا مستلزماتنا من هنا، اوفر وارخص من بره بكتير، وده منفذ يعني يعتبر رحمه للناس كلها. الاسعار بره وحشه جدا طبعا، فلقيت لا الاسعار جميله قوي بصراحه. مبادره كلنا واحد، بنشكر الرئيس طبعا، بس استاذن بس لو في مراقبه على الاسعار اللي بره. يعني السكر هنا ب 10.5، انا جايباه امبارح بكام؟ ب 14 جنيه. طبق البيت ب 53، انا جايباه ب 64 جنيه. لا عايزين حد يراقب الاسعار اللي بره. وزاره التموين يعني في حاجات منزلاها الحمد لله هي احسن من بره، لان في حاجات بره طبعا في الفتره اللي فاتت دي الاسعار كانت عاليه. يعني وزاره التموين كل حاجه هنا لاجينها موفره، بره مش موفره ومغلين الحاجه. سمعت اللحمه بره عامله 150، جيت هنا الجمعيه لقيتها عامله عرض، هي اللحمه ب 95، ونفس اللحمه ونفس جودتها. فعلا نشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على ان هو متابعنا. المجمع ما شاء الله مليان بخيرات ربنا، والحاجه كلها كتير، الاسعار كويسه، ان كان اللحمه برده، السكر، الزيت، الدقيق، واللحمه ما شاء الله برده كويسه وسعرها كويس، الاسعار كويسه احسن من بره. ودي الجمعيات دي يعني رمانة الميزان في البلد، لان عمليه وجود الحاجه موجوده في الجمعيه بيخفف على الناس كتير جدا.